وبعدها هلا نية الجولة في إطار الديمقراطي أمنيا ما في عندنا مشاكل وإن شاء الله خير. شو تعليقك على نسبة الاقتراع القليلة بعد؟ لايك في أقلام مثل ما بتشوف مرقنا بأقلام بلشت تضرب 41% وفي أقلام بعدها 20-22%. هلا في عندك اعتبارات ما تنسى إنه الأحد كلهم بيقدسوا يعني لبعد القداس لتبلش تطلع النتيجة. أكل وقت مختار. نعم. خمس محافظات انتهت الانتخابات فيهم ولم أسمع أي شكوى طلعت من أي أحد إن كان خاسرا أو رابحا بأنه الدولة كانت فريق. واليوم بحب إني أكد كمان من زحلي إنه الدولة ليست بفريق. الساعة 4 صباحا لهلا 6 ساعات الحمد لله العنوان الجايم للأمن ما في ضربة كف يعني أمنيا يسود الهجوم كل المناطق وكل الأقلام